الحاج مريم وابو عزه جاتهم الفرصه، ان شاء الله الفرصه يغتنموها باش هكذا ان شاء الله مع مرور الزمن ان شاء الله نحاولوا نوصلوا يعني باللي المدربين الاثنين عندهم شخصيه، عندهم بيرسوناليتي وعندهم طموح، ولكن كل واحد قال لك كون هكذا انا نبغي ما عندي حتى مشكل مع مدرب اخر، ولكن نبغي نشتغل وحدي باسكو المشروع تاعي بالك ما يكونش كيما تاع الاخر. دونك هما في زوج مشكورين مالك لك الاختيار الاخير طاح في بوعزة، ولكن حتى حاج مرين عنده يعني ثاني هذيك الشخصيه، ويعني حتى المدربين قال لك جو بريفير يا نخدم وحدي يا يخدم الاخر. دونك ما كانش عندهم ثاني هذاك هذا الشيء اللي خلانا في نهايه المطاف اختارينا بوعزة بلا ما نقصوا القيمه تاع حاج مرين، ونظن باللي هكذا يبينوا الشخصيه تاعهم اكثر. وهذا الشيء اللي نظن بوعزة راه عارف اش نديروا، هو تكلمنا معاه، ولكن كل واحد بغى يشتغل وحده باسكو المشروع ما نظنش يكون كيف كيف. ما حقيقه انه ما عندكمش ماتيريال؟ نظن باللي هذا الماتيريال حنا رانا فيه، الماتيريال راه كاين، نظن ما كان حتى مشكل من هذه الناحيه، الماتيريال راه كاين، مدربين حتى ما كان هذه قضيه تاع الماتيريال عمري ما سمعت بها، ولكن عندنا الماتيريال تاعنا حنا، الماتيريال فيه شحال من سنه نشتغلوا، بصح الماتيريال راه كاين، ما كان حتى مشكل. سؤالنا اليوم في الراديو هكا كاين تصريح تاع المدرب السابق جمعية وهران. توفيق عن مدرب السابق، اسمح لي توفيق للتوضيح، هل تم الاستغناء عنه؟ نحن نعرف بالله هو انسحب. شوف، احنا العوفي خدم جمعية وهران، هذه الصفحة طويناها، رانا في القضية تاع بوعز. اليوم دار تصريحات ما كانش رد فعل. ما يا خويا ما سمعتهاش انا، ما سمعتهاش باسكو كنت لاهي مع ابو عزه باش يحضر التدريبات. سي بون ديما بسم الله. C'est bon ? C'est bon ?